the garden still, his steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. بالمرحلة الأولى من زيارتنا لأماكن آلام وموت وقيامة الرب يسوع بالقدس، رح نكون مع الأماكن اللي صارت فيها أحداث الخميس المساء. البداية من بستان الزيتون. هون الرب بعد العشاء السري توجه مع تلاميذه كعادته لينفرد ببيو سماوي ويصلي. جبل الزيتون هو جبل مقابل أورشليم من ناحية الهيكل. من سفح التلة فينا نشوف كل أورشليم. أورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليك، صرخ بيوم يسوع من على هالجبل. من هون كان يسوع بيقدر يشوف الهيكل المضاء بأنوار لهيب الذبائح بالليل، هالهيكل اللي قال عنه بيت بيو، بيت الصلاة والكلام مع الله. هو رمز جسده اللي رح يموت ويتهدم ويقوم وينبنى بعد 3 أيام. هون يسوع قرر يمشي بطريق مشيئة بيو للآخر. هون بلش الألم. بنيت كنيسة الجتسمانية بالقرن الرابع بجبل الزيتون فوق صخرة حيث كان يصلي يسوع. اختفت الكنيسة بالقرن السابع وأعيد بنائها، وهي اليوم بازيليك معروفة باسم كنيسة جميع الأمم، وهي تحت الحراسة الفرنسيسكانية للأراضي المقدسة مع الحديقة اللي اشتراها فرسين من كرواتيا، هن بول وأنطون وجيمس، وتبرعوا فيها للفرنسيسكان بالعام 1681. وأصبحت حديقة جتسمانية موقعاً مركزياً للحجاج المسيحيين الأوائل. ووجدت دراسة أجراها المجلس الوطني للبحوث بإيطاليا بالعام 2012 إنه العديد من أشجار الزيتون بالحديقة هي من بين أقدم الأشجار المعروفة بالعالم. من بعد ما شفنا جبل الزيتون وتأملنا بصلاة يسوع فيه، رح ننتقل إلى بيت قيافة حيث صيق يسوع مكبلاً بعد توقيفه والقبض عليه ببستان الزيتون. هون تمت محاكمة يسوع. هون جلد الجلدات حسب الشريعة اليهودية وكان عددها 39 جلدة. هون نكروا بطرس وقال ما بعرفه، وهون ندم بطرس بعد صياح الديك. ومن هون اسم المكان كاليكانتو، يعني صياح الديك. هون صدر في حكم الإعدام. هو قضى الليل بسجن الدار تحت الأرض مربوط اليدين. كنيسة القديس بطرس الجليلة هي كنيسة كاثوليكية بالقدس تم بنائها عام 1931 على المنحدر الشرقي لجبل سيون، وهي نبط بيزنطي جديد. القديس بطرس اللي بكي بعد ما نكر المسيح 3 مرات بعد صياح الديك، وكان حذر يسوع خلال العشاء الأخير إنه واحد من تلاميذه رح ينكره 3 مرات. بنيت الكنيسة على الموقع حيث التقليد المسيحي بيحدد موقع قصر كيافاس، وتم شراء الأرض اللي تقع الكنيسة عليها من قبل الفرنسيين بالعام
1888. ومؤخرا تم اكتشاف بقايا الدرج اللي كان يوصل بهداك الوقت مع جبل الزيتون ببيت قيافة، والأرجح إنه سلكوا يسوع مع الجنود مكبلا بطريق من جبل الزيتون إلى دار رئيس الكهنة. وعلى أعلى الكنيسة ديك ذهب اللون موجود مع الصليب الأسود لتذكرنا بنبوءة المسيح أنه بطرس أنكروا 3 مرات قبل صياح الديك. تحت الكنيسة يعتقد أنه يسوع المسيح كان موجود حيث اعتقل بالليل التالي لإلقاء القبض عليه. وهناك كنيسة غنية بالفسيفساء والرموز لمساعدة المؤمنين للتأمل بشخصية القديس بطرس اللي تاب بعد صياح الديك. عبر إلى نفسي، والماء
بالمرحلة الثانية رح نزور الأماكن اللي جرت فيها أحداث صباح الجمعة باكراً. دار بيلاطس الحاكم، بالبداية رح نزور ليتوستروتوس، وكان مكان إقامة الجنود بأروقة دار الحاكم. هون استهزأ الجنود بيسوع وضربوه وكللوه بالشوك وتمسخروا عليه ونتفولوا دقنه. دير راهبات زيون هو دير نوترودام سيون، يقع بالجهة الشرقية من طريق الألام بالقدس. تم بناؤه بالعام 1857 من قبل ماري ألفونسو راتيسبون، يهودي فرنسي وملحد سابق تحول إلى الكاثوليكية وأصبح يسوعي. ولكن الموقع بيحتوي كمان على بقايا أثرية ذات قيمة كبيرة. تحت الدير كنيسة الإدانة اللي بناها هادريان كجزء من بناء اللي حكم فيه بيلاطس على يسوع، وبيشمل الدير أيضا كنيسة هذا هو الرجل، الكلمة اللي قالها بيلاطس لما وقف يسوع برقبة أمام الحشود، وقال بيلاطس جملته الشهيرة هذا هو الرجل، فردوا صلبه صلبه. وهو بيحتوي أيضا على جزء من قوس إتشي هومو اللي بيمتد إلى الشارع الخارجي. بعدها وفي باحة المدرسة اليوم سنزور الساحة اللي كانت ساحة دار الحاكم، حيث جلد يسوع الجلد الروماني المبرح، وهون جرت محاكمة يسوع وإطلاق برقبة. هون بلشت طريق الألام وهو حمل صليبه. بالمرحلة الثالثة من مشوارنا رح نجوب شوارع القدس القديمة وبالتحديد طريق الألام. على أيام يسوع كانت المعالم مختلفة والطرقات إلى مسارات تانية، ولكن هيدي هي الأماكن ذاتها. طريق الألام هو شارع بالبلد القديم من القدس. هالطريق اللي صار عليه يسوع قبل صلبه بيمتد على نحو 500 متر وبيتميز ب 14 محطة من طريق الصليب. آخر خمس محطات هي داخل كنيسة القيامة. ببلش الطريق التقليدي داخل بوابة الأسود وبمدرسة العمرية الابتدائية الإسلامية بالقرب من المكان اللي جلس فيه بيلاطس البنطي. وبنظم الفرنسيسكان الحج من القرن الرابع عشر مع 8 محطات بهالمكان. المحطة الأولى قاعة المحكمة، حيث نطق بيلاطس البنطي جملة الموت ضد يسوع المسيح. المحطة الثانية حيث سخر من يسوع وتم جلده من قبل الجنود الرومان. بالكنيسة فوق المذبح زجاج رسم عليه مرحلة نزع ثياب يسوع ووقوف الجنود الرومان حوله كأنه مجرم، ووضع إكليل الشوك على رأسه مع لوحة ملك اليهود.
على السقف إكليل الشوك مرسوم بأعلى قبة الكنيسة مع موزايك وما يميزها زهرة بالوسط باللون الأبيض. على الجانبين زجاج ملون أيضاً يظهر طلب سكان أورشليم ببراءة برأبا بعد ما طلب بيلاطس الاختيار بينه وبين يسوع. وعلى الجهة الشمالية بيلاطس يغسل يديه من دم هذا الصديق. وداخل هالكنيسة أيضا البيزنطية كنيسة تعود للعام 1903 رمام الرهبان الفرنسيسكان، بداخلها لوحة ثلاثية الأبعاد وتماثيل من حقبة الأهلام إضافة إلى لوحة مميزة ليوحنا يخفي وجه مريم عن آلام يسوع. وعلى بعض الحجارة ممكن أن نلاحظ أثار قديمة من لعبة النرد، وهالشي بيشير إلى تقليد الجنود الرومان اللي كانوا يلعبوا للفوز بملابس يسوع. الدرج المقدس أو سكالا سانتا اللي صعد عليه المسيح خلال المحاكمة بأورشليم نقل إلى روما. سكالا سانتا أو الدرج المقدس منه كتير طويل، إنما بنهايته في أمل وفي رجاء وفي محبة. سكالا سانتا هالمكان يلي موجود بوسط روما ما ممكن إلا ما تزوره، وبيكون كتير أفضل إذا بيكون طبعاً مع ركعة على الدرج وصولاً إلى أعلى الدرج إلى الصليب. La Scala Santa è un santuario molto importante, riveste un'importanza penso a livello mondiale. È stato secondo la tradizione sono i gradini che Gesù ha percorso per andare da Ponzio Pilato ed essere condannato, giudicato e condannato a morte. E, Santa Elena nel 326, dopo l'editto di Milano, ha salvato tutte queste reliquie appartenute a Gesù e le ha portate qui in Italia. Le scale attualmente sono ricoperte con uno strato di legno per impedire il deterioramento, il consumo. Per cui la vera scala si trova sotto il legno. E il senso della Scala Santa è quello di ricordare e fare memoria di ciò che Gesù ha sofferto per noi. Io dico che è un pezzo di marmo e resta un pezzo di marmo. Non è la scala che è santa, ma è la mia fede che rende santa la scala.
Quindi se io non ci credo, quella scala resterà sempre un pezzo, un volgarissimo pezzo di marmo inutile. Ma se io credo, ho visto su quella scala veramente cose grandiose, cose belle. È un luogo speciale questo qui, dove semplicemente si può respirare, si può. È molto intenso il, come dire, molto intenso la spiritualità che si prova, che si avverte in questo luogo. E le persone entrando me lo dicono. Ogni anno circa vengono 2 milioni di pellegrini da tutto il mondo. Io ho parlato di tutte le religioni, tutto il mondo, non fanno scelta, i musulmani, buddisti, induisti, cristiani, cattolici, ortodossi. Ho parlato con persone di tutto il mondo qui. Libanesi tantissimi libanesi. E sono un popolo che mi è rimasto nel cuore, anche per la sofferenza che hanno nella guerra. Tra le tante reliquie presenti all'interno della cappella del Sancta Sanctorum, oltre quelle custodite gelosamente all'interno dell'altare nelle due finestre alte, troviamo anche un pezzo del tavolo su cui Gesù si poggiò durante l'ultima cena. Venite a scoprire con me. نحن بدير سكالا سانتا بألبروما، هالدير يلي فيه عدة مذابح وعدة كنايس، ولكن يلي كلهم بيدوروا حول الدرج المقدس، درج الرب يسوع يلي مشي بقلب، إذا فينا نقول بلاط بيلاطس لما كان مكلل بالشوك عم ينزف دم. وفي بالسانتا سانكتوروم يلي مكتوب فوق منه ما في مكان أقدس من هيدا، يلي هي من 1200 تقريبا، كانت هي كنيسة الباباوات يلي كانوا ينتخبوا فيها البابا، يلي كان يقدس فيها البابا، يلي كان عايش فيها البابا. بهالمكان هيدا أخوتي يمكن هالطلعة نحن وراكعين على هالدرج منا شغلة شعوذة ولا إلى المعنى أنه أنا بدي أطلع وأتعذب مثل ما تعذب يسوع، وإلا بيصير ديننا هو حفلة عذاب بعذاب. أبداً إيماننا المسيحي هو أعمق من هيك بكتير. مرقس بيقول إذا متنا بميتة تشبه ميتته نقوم بقيامة تشبه قيامته. وكيف مات يسوع؟ يسوع ما مات لأنه حب يتألم، يسوع ما ألم حاله، يسوع ما مات لحتى يأله الألم والعذاب، يسوع مات تيحمل خطايا الناس، مات لحتى يداوي خطايا الناس، خطايانا، مات لحتى يحمل نتيجة الخطية يلي نحنا سببناها واللي نحنا كنا عم نقتلو فيها. وإذا أنا بدي موت بموت بتشبه موته، يعني أنا بدي موت عن الخطية، بدي موت عن خطيتي، بدي موت تأتخلص من الخطيتي، بدي موت بطريق المداواة من خطيتي. ويمكن هالطلعة على هالدرج هيدي هي صورة طلعة الإنسان، صعوده نحو القداسة،
يلي بيتطلب منه انه يموت عن انانيته، انه يموت عن حبه لذاته، انه يقدر فعلا هو عم يتطلع بصليب يسوع المسيح، يقدر يكون عن يموت موتي بتشبه موتة يسوع، ولكن نحن نعرف انه هالموتة ما بتنهي، ما بتنتهي تحت كمشة تراب، ولكن يلي بيموت عن خطيته عن انانيته بيكون عم يخلق من جديد، بيكون عم بيقوم من جديد، بيكون عم يدخل بالحياة يلي ما لها نهاية. وهيدا الدرج إذا فينا نشبهه باسم البرنامج هو صورة لهالسلم على السما يلي ببلش هون على هالأرض بطريق الإيمان يلي منكون ماشيين فيها، واللي ختامه عند الرب يسوع بالمائدة الأبدية بالسانكتا سانكتورم مثل ما بتقول الرسالة إلى العبرانيين، قدس الأقداس يلي هو محل ما فيه لح يكون هاللقاء الحميم مع حب الله بهالغمرة الأبدية بالسما. المحطة الثالثة، نزول طريق الوادي، وبيتم وضع علامة المكان من قبل كنيسة صغيرة بتنتمي إلى البطريركية الأرمنية الكاثوليكية بالقدس من العام 1858. بالكنيسة تمثال كبير ليسوع بيحمل صليب على ظهره وعلى ركبتيه واقع على الأرض، وهون لما سقط بالمرة الأولى. المحطة الرابعة، وهي كنيسة أرمنية كاثوليكية بنيت بالعام 1881 ومكرسة لسيدة الحزن، وهو لقاء مريم مع ابنها هو حامل الصليب. المحطة الخامسة هي على مستوى كنيسة الفرنسيسكان، هالكنيسة اللي دمرها العثمانيون، لكن هناك حجر سليم بقي من الأنقاض وعليه بصمة يد يسوع. هون حيسقط يسوع للمرة الثانية وانحنى وساعده بحمل الصليب سمعان القيرواني. بالعام 1889 استعاد الفرنسيسكان هالأماكن وتم بناء كنيسة جديدة. المحطة السادسة، كنيسة سانت فيرونيك، بتحافظ على ذكرى الاجتماع بين يسوع وفيرونيك. اللقاء المقدس إنه فيرونيكا مسحت وجه المسيح بحجاب من الحرير، طبعت ملامح وجهه، وتم شراء الموقع بالعام 1883 من قبل الكنيسة اليونانية الكاثوليكية. المحطة السابعة، بوابة المحاكمة اللي خرج يسوع من القدس، وكان لازم يكون الإعدام خارج المدينة.
المحطة الثامنة، يسوع يلتقي ببنات أورشليم وطلب منهم عدم البكاء عليه بل يبكوا على حالهم وأولادهم. المحطة التاسعة، سقوط يسوع الثالث والأخير، يعني نهاية طريق الألام. الناس هون من جميع أنحاء العالم. آخر خمس مراحل من مراحل درب الصليب موجودين داخل كنيسة القيامة بأورشليم. المحطة العاشرة، حيث جرد الجنود الرومان يسوع من ملابسه قبل الصلب، وهون في كنيسة صغيرة بنهاية الدرج. المحطة الحادية عشر، هون سمر يسوع على الصليب. وتم ترميم الكنيسة الفرنسيسكانية بالعام 1937 من قبل الإيطاليين. المرحلة الـ12، يسوع يموت على الصليب. وتدار هالمنطقة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. مذبح وضع بالضبط حيث ارتفع الصليب، وبالتالي فهو بيرمز أيضاً إلى موقع وفاته. وبهالمكان صخرة من الحجرة الكبيرة اللي بنيت فوق كنيسة، صخرة الجلجلة اللي بيتبارك منها المؤمنون. وبهالمكان قال يسوع: اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. مرحلتنا الأخيرة بقلب كنيسة القيامة، فيها صخرة الجلجلة حيث صلب المسيح. رح نشوف سوا راس الصخرة حيث غرس الصليب، وأسفل الصخرة حيث حسب التقليد موجود مغارة جمجمة آدم مثل ما بيقول التقليد. هون شرب آدم من دم المخلص والمي اللي سالوا من جنبه. هون مكان إنزال يسوع عن الصليب ووضعه على الأرض أمام أمه، وتكفينه السريع بعد غروب مساء الجمعة وبدء السبت العظيم. هون مكان القبر المقدس حيث دفن المسيح. هون دفن المخلص وذاق موت الإنسان للأخير. ولكن
هون قام من بين الأموات بهالمكان انروى هو الشاهد على هالأحداث العظيمة. هالحجارة شافت لحظة القيامة وعاشتها، هالصخور شاهدة على فيض الحب الكبير لنوع هالمكان، بيروي لنا اليوم من جديد الأحداث اللي نقل إلينا الإنجليون الأربعة لعلنا ندخل معه بموته، لنقوم معه اليوم إلى حياة جديدة. ومكان هالشعلة وقفت مريم العذراء تنظر لابنها على الصليب. المحطة 13، هون تم وضع جسد المسيح بذراع والدته، وقبل ما ينزل يسوع من الصليب قام الجندي الروماني بطعنه بالرمح للتأكد من أنه مات. لما تخلى يسوع عن روحه هزت الأرض وانقسمت الصخور، وأخذوا جسد يسوع ولفوه بحسب التقليد اليهودي بأقمشة الكتان. الصخرة اللي وضع عليها جسد المسيح لا تزال ليومنا عم يتبارك من المؤمنون. مرحلة 14، قبر المسيح. أتى يسوع من الناصرة، ولهيك ما عند العيلة موقع دفن بأورشليم. يوسف الرامي أنزل يسوع عن الصليب وتبرع بقبر خاص لدفن يسوع، وبعد 3 أيام أزال الملاك الحجر، حيث لاحظت المريمات الثلاثة أنه القبر كان فارغ. بهالمكان بيضووا المؤمنون 33 شمعة، وهي عدد عمر يسوع. وهيدا الصخر اللي كان على قبر المسيح أيضاً ليزال ليومنا من أكثر من 2000 سنة. ومن هون بفيد النور بالسبت العظيم لدى الطوائف المسيحية اللي بتتبع التقويم الشرقي، وبينتقل إلى كل جهات الأرض. مسيح قام.
المسيح.